ننسى انه امس يعني صارت اخطاء في وسط الملعب وبعدها انتقلت للدفاع. يعني شفنا الهلال امس من 3 فرص جاب 3 اهداف، نحن يمكن جاتنا 6 فرص او 5 فرص كانت اهداف محققة ضاعت وخلاص. يعني المباراة هذه ننساها بخيرها وشرها. انا بس حبيت اذكر بحاجة، العام الماضي فزنا على الهلال رايح جاي في المباراتين، وكان عندنا فاضلنا 5 مباريات، لو فزنا فيها كان حققنا الدوري. اتعادلنا مع الباطن في مكة، ورحنا اتعادلنا كمان المباراة اللي بعدها وضيعنا الدوري. لكن دحين يعني انا مستغرب من الفرحة العارمة وده. يعني انا ليش بتكلم؟ عشان ما ابغى الناس تضحك علينا. كيف يضحكوا علينا؟ دحين يقعد يقول لك قرارات ونقل مباراة ونلعب بدون ونلعب المباراة بدون جمهور وبدون، ما في مشكلة حبيبي، نحن نركز على القادم ولسه قدام.